تورنوا عنده 21 سنه معناتها، وهو كامل بن شيخ اللي عملوا. احنا سفيتوا 4 سنين معهم، وشوفوا تبارك الله الامبيون، شوفوا وين وصلنا، وشوف شو نجموا نعملوا في تونس معناتها تبارك الله، معناتها افيك با بوكو دو شوز اون بو فير دو تري تري بيل شوز. فما دي جوار بروفيسيونيل موجودين، دي جوار اماتور مع بعضهم، يا بارمي لي ميور انترناسيونال تونيزيان بريزون. إيه تبارك الله، وإحنا فرحانين على الآخر، أوني تخي إكسيتي، ليكيب نتاعي زاد برافو عليها، إل في دو تخي بون ترافاي. الدورة هذه دورة فتحة الكرة الطائرة الشتائية في 1924، بديت نهار الخميس واليوم الدور النهائي، شهدت مشاركة 16 فريق على مستوى الذكور و12 على مستوى المزدوج، معناتها زوج بنات وزوج سيدات. بطبيعة الحال يا قليبي مهد الكرة الطائرة الشتائية، أول دورة الكرة الطائرة الشتائية كانت عام سنة 1988 بقليبيا، وكما قلت أنت شهدت ميلاد أبطال قليبيا سواء قليبيا وحمل غزاز، كيف المنطقة هذه هي مهد الكرة الطائرة الشتائية، وجل اللاعبين نقولوا احنا 90% من اللاعبين هكا هما ينتميوا لمنطقة حمل غزاز وقليبيا هكا، طبيعيا باش تكون قليبيا لنا وخاصة البقعة هذه بالذات اللي كانت فيها دورة، هي قلنا دورة كانت عفوية ومع الوقت كبرت، اليوم السنة الدورة 21 شهدت معناتها على مستوى الفني على مستوى التنظيمي مستوى كبير ياسر.